أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون بعدم وجود عملية سياسية سورية تتحرك بثبات إلى الأمام في الوقت الراهن. مع تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء الخدمات، باتت العملية السياسية في سوريا تتجه نحو المزيد من الانهيار، وآفاق الحل باتت شبه معدومة. هذا ما كشف عنه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، الذي قال أن العملية السياسية بسوريا لا تتحرك بثبات إلى الأمام، خاصة بعد أن شهدت البلاد مؤخرا تصعيدا خطيرا بين القوات الأمريكية وفصائل تابعة للحرس الثوري الإيراني. بيدرسون طالب من جنيف أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوفير نافذة لبناء عملية سياسية ذات مصداقية في سوريا، محذرا من مؤشرات على تصعيد عسكري جديد على محاور عديدة في سوريا، في وقت يستمر المدنيون بدفع تكلفة باهظة بالفعل حسب وصفه. وحول الأسباب التي أدت لتعليق خطط عقد جولة تاسعة من اجتماعات الهيئة المصغرة لما تسمى اللجنة الدستورية، اعتبر بيدرسون أن التحدي الذي يواجه عمل اللجنة هو عدم إحراز أي تقدم في جوهرها، معربا عن أمله في أن تتمكن قريبا من الاجتماع بجنيف. من جهتها، عبرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف مؤخراً في شمال وشرق سوريا وشمال غربها، مشيرة إلى تسبب القصف بالطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي بسقوط عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازلهم وممتلكاتهم، معتبرة أن العنف يعيق تقدم جهود التوصل لحل سياسيا في سوريا. لمناقشة هذا المحور أرحب بضيفي من لندن زياد المنجد، المنسق العام للتجمع الوطني السوري للإنقاذ. أهلا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ زياد. ما الذي يمكن استخلاصه من إقرار المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون بأن العملية السياسية تتجه نحو الانهيار؟ يعني أولا من الجيد أنه بعد سنوات طويلة يعترف جير بيدرسون بأنه لا يوجد عملية سياسية، يعني من البداية منذ البداية إلى الآن وخلال سنوات طويلة وخلال 8 جلسات لما سمي باللجنة الدستورية، ما الذي نتج عن هذه الاجتماعات وهذه المفاوضات؟ النظام وبتشجيع من الدول الداعمة له وخاصة روسيا وإيران وصمت المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية يتماهى في غيه ويحاول الإفلات من كل هذه الأمور. لا يوجد عملية سياسية بالأساس. القرار 2254 كان من المفروض أن يطبق بتراتبية، وكان لابد لهم للمجتمع الدولي لو أنه يعني جاد في خلاص الشعب السوري أن يحيل هذا القرار إلى الفصل السابع، ولكنهم لا يريدون لهذه المشكلة أن تنتهي ويريدون تعويم النظام ويسكتون عن تماهيه في ظلم الشعب السوري وفي استخدامه كافة الأساليب لقتل الشعب السوري. استخدم الكيماوي وصمت الجميع، واستخدم القذائف والبراميل المتفجرة وصمت الجميع. لابد لهم إن كانوا يريدون عملية سياسية أن يطبقوا القرار 2254، وأنا أعلم والكل يعلم أن روسيا قد لا توافق عليهم. إذا كانوا جادين الاتجاه إلى الجمعية العامة وتطبيق مبدأ الاتحاد من أجل السلام من أجل خلاص الشعب السوري، ولكنهم لا يريدون غير بيدرسون
يعني يعلم منذ البداية أنه لا نتيجة من كل هذه المفاوضات التي يجريها، والنظام السوري أصلا لا يعترف أن لديه مفاوضون في اللجنة الدستورية، هو يقول أنهم يمثلون وجهة نظر نظره، أما أنه لا يعترف بأنهم ممثلين له. إذن أين هي العملية السياسية؟ يعني حتى تأكيدا على كلامك أستاذ زياد، في المرة الأخيرة لتصريحات فيصل مقداد لبيدرسون قال عليكم أولا استجابة لمطلب روسيا، ويقصد هنا بنقل محادثات أو ما تسمى مسار اللجنة الدستورية من جنيف إلى مكان آخر. يعني هي من البداية هو بدأت الأمور بتحويل مسار جنيف للأمم المتحدة إلى مسار سوتشي والأستانة، وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا أصبح الروس يقولون أن جنيف ليست مكانا محايدا باعتبار أنها تحت المنظومة الغربية المعادية للحرب الروسية ضد أوكرانيا، ولذلك يقولون أنه لا بد من نقلها من مكان إلى آخر، وهذا يخدم النظام السوري لأنه بالنتيجة يؤكد مسار سوتشي والأستانة الذي لم يؤدي إلا إذا تقوية النظام ويعني وخاصة الروس والإيرانيين، هنالك طرفان وهنالك صمت تركي عن هذه الأمور. إذن كلها ألاعيب من أجل كسب الوقت، ولا يمكن أن تؤدي كل هذه الأمور إلى نتائج تحقيق ما سار من أجله الشعب السوري، وهو القضاء على الظلم واستعادة الإرادة للشعب السوري عبر إنشاء مجموعة حكم انتقالي تؤدي إلى مسيرة سياسية جديدة يمكن أن يختار الشعب من يحكمه، ولكنهم لا يريدون ذلك. إذن أستاذ زياد، يعني من جملة الأسباب التي أدت إلى فشل هذا المسار، مسار ما تسمى اللجنة الدستورية، موضوع عدم جدية المجتمع الدولي تطبيق القرار 2254، وايضا هل يمكن ايضا اعتماد او يعني قفز الموضوع مسار اللجنه الدستوريه على تراتبيه القرار 2254، هل يعتبر ايضا من اسباب فشل هذا المسار؟ بشكل اكيد، يعني لو نظرنا ان هنالك كانت هنالك سلال خمسه، واولها يعني الافراج عن المعتقلين والمغيبين قسريا، وهذا مبدأ يعني غير تفاوضي، ولكنهم صمتوا عنه ولم يعني يبحثوا هذا الأمر، واختاروا سلة الدستور ليبدأوا المفاوضات مع النظام، وكأن الشعب السوري ثار من أجل تغيير الدستور. ما الفائدة من دستور يتفقون عليه وهنالك نظام لا يعير أي اهتمام لدستور؟ طبعا قبل يعني سلة الدستور هناك موضوع تشكيل هيئة حكم انتقالية قبل الدستور بحسب تراتبية. نعم، هنالك عدة أمور، تشكيل هيئة حكم انتقالية وإطلاق سراح المعتقلين وسلال كبرى، ولكنهم اختاروا الدستور، وكلها من أجل كسب الوقت وإضاحة الوقت، ويعني من أجل يعني القضاء على الثورة. صرنا الآن يعني في العام الثاني عشر والثورة مستمرة، ولكن الكثير من الثوار ومن الشعب السوري أصبحوا في حالة يرثى لها، والنظام يتماهى، وهنالك دعم روسي إيراني وصمت دولي على ذلك، ولذلك المستفيد الوحيد من هذه العملية السياسية البائسة هو النظام ويحاول إعادة تأهيله، وهنالك مفاوضات وإجراءات سريعة يتخذها النظام من أجل يعني كسب ود العالم، وهنالك إشارات إلى أن الكثير من الدول الأوروبية تحاول يعني إعادة سفاراتها وإعادة تأهيل النظام، وهذا أمر يعني يجري تحت نظر الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها تفرض عقوبات على هذا النظام. طيب. أستاذ زياد، لو تحدثنا عن توقيت هذا الإعلان من قبل بيدرسون أو هذا الإقرار، يعني هذا الحديث حديثه عن
فشل أو أن العملية السياسية تتجه نحو الانهيار جاء بعد لقائه وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الخميس الماضي في موسكو. باعتقادك ما الذي سمعه من لافروف حتى خرج بهذا التصريح بيدرسون؟ بشكل أكيد يعني لافروف وخاصة في هذه الظروف بعد الحرب الروسية على أوكرانيا أنه في موضع في موقف لا يحسد عليه، ويعتبر أن كل العالم الغربي هو ضده، وأن متنفسه الوحيد هو في سوريا، حيث له الأمر، هو الحاكم الناهي، روسيا هي الحاكمة الناهية في سوريا، ونظام الأسد ليس إلا صورة لا أكثر ولا أقل. ولذلك يريد أن يركع الناس والعالم الغربي في سوريا، ويقول أنا من يحكم في سوريا، وأنا من يقرر ماذا سيحصل في سوريا. قد يكون سمع الكثير من التشدد في هذا المجال، وإصرار روسيا على نقل المفاوضات الدستورية على ثقافتها من جنيف إلى مكان آخر، يدل على أن الروس ما زالوا متمسكين بآرائهم ورأيهم من أجل يعني فرض رأيهم وإعادة إنتاج النظام. وهذا يعني أقول أنه ممكن جدا أن ينتهي إلى ما يريدون، لولا وضمن صمت العالم الغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ زياد، هناك نقاط عديدة مهمة يجب أن نتطرق إليها، لكن بقي القليل من الوقت حقيقة، لو بعجالة نناقشها. موضوع اليوم، هناك في ظل هذا الإقرار من بيدرسون باتجاه العملية إلى الانهيار، هناك اليوم اجتماع في جنيف أيضا لما تسمى هيئة التفاوض بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية ووجود ممثلين عن الأمم المتحدة ودول مجموعة أصدقاء سوريا. كيف نفسر هذا التحرك الأمريكي التي دعت إلى هذا الاجتماع الآن؟ يعني التحرك الأمريكي لا يعني شيئا إذا لم يشعر النظام بأنه تحت المطرقة وأنه لابد من تنفيذ القرارات الدولية. فالنظام غير لا يأبه إلى كل هذه التحركات. لابد للولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت جادة في هذا الأمر أن تستخدم كل الإمكانيات بما فيها الإمكانيات ضمن الأمم المتحدة، ولكنهم يا عزيزي ليسوا جادين، ومأساة الشعب السوري مستمرة وهم لا يأبهون إليها، وعملية إعادة تأهيل النظام مستمرة كذلك بتشجيع من بعض الدول العربية والكيان الصهيوني، لأنهم لا يريدون التفريط بهذا النظام الذي حمى ويحمي الكيان الصهيوني منذ عام 1970 إلى يومنا هذا. طيب أيضا من المزمع عقد اجتماع في جنيف خلال أيلول سبتمبر المقبل لمناقشة موضوع اللجنة الدستورية هنا بالتحديد في الجلسات العامة للأمم المتحدة، بعد 3 سنوات من إنشاء هذه اللجنة ودون نتائج تذكر أو نتائج ملموسة. ما المتوقع لهذا الاجتماع؟ هل من الممكن أن يعلن فشل هذا المسار أو إيقاف عمل اللجنة الدستورية برأيك؟ أنا أتوقع طالما أن النظام السوري لا يعترف بهذه اللجنة ولا يعترف بأن لديه ممثلين، ستستمر حتى إذا استمرت المفاوضات بين اللجنة الدستورية يعني التي تمثل الائتلاف، وأنا هنا ألومهم جدا لأنهم يعني يتماهون في 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 عملهم وفي مسيرتهم، وهم يعلمون أن النظام لن يقبل بما يطرحونه، على مع أن كل ما يطرحونه لا يمثل أي شيء من طموحات الشعب السوري، ومع ذلك مستمرون. أعتقد أن عملية التفاوضات في اللجنة الدستورية إن استمرت لجلسة أو جلستين إلا أنها ستنتهي إلى الفشل ولا نتيجة لذلك على الإطلاق. الشعب السوري لم يثور من أجل تغيير الدستور، إنما سار من أجل رفع الظلم وتشكيل هيئة حكم انتقالي. إذا لم يطبق القرار 2254 بتراتبيته فلن ترفع المأساة عن الشعب السوري. أشكرك جزيل الشكر من لندن زياد المنجد، المنسق العام للتجمع الوطني السوري للإنقاذ، شكرا لك. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود.